أن نحضر كل إنسان كاملا في المسيح يسوع. الطيبين أهل مصر. بيحلموا برئيس يخاف على مصر. مبارك شعب مصر. لكن السؤال، مين هو رئيس مصر القادم؟ أحبائنا المشاهدين، أهلا بكم في هذه الحلقة الخاصة عن أحداث الساعة في مصر. بالطبع في الفترة الأخيرة كان أخبار الانتخابات ومن سيحكم مصر ومن سيكون رئيس مصر في الفترة القادمة هي شغل الساعة وحديث الناس جميعا. تابعنا عن قرب وعن بعد ما يحدث في مصر، تابعنا المعركة الانتخابية، وتابعنا الترشيحات والمرشحين، وقرأنا وسمعنا كثيرا عن مزايا وعيوب كل منهم. رأينا المجتمع المصري والعالم يراقبه ينقسم إلى اتجاهات مختلفة. قد تكون ظاهرة صحية، لأول مرة في تاريخ مصر أقول الحديث، بل ربما أقول القديم أيضا، يأتي الشعب المصري لانتخاب رئيسه حسب إرادته هو. لأول مرة في التاريخ، فمصر كانت دائما تحت الاحتلال أو كانت دائما تحت الضغط السياسي الذي يجعل رئيسها دائما منتخب أو معين من فئة معينة أو من هيئة معينة، من محتل أو من وضع اقتصادي. في النهاية ما أريد أن أقوله أن دائما كان رئيس مصر لا يعبر عن إرادة المصريين. اليوم ابتداء بعد ساعات قليلة، لأول مرة في تاريخ مصر يذهب الشعب المصري لكي يقول كلمته فيما يريده كرئيس له على الأقل في الأربع سنوات القادمة. أقول أنني فخور ببلدي الحبيبة بمصر. أقول أنني فخور بالتجربة الديمقراطية التي تمر بها بلدنا، وأقول أن العالم معي كله ينظر إلى ما تعيشه مصر في هذه الأيام بنظرة إعجاب، رغم الشوائب الكثيرة التي تشوب هذه المرحلة، رغم المشاكل والمصاعب اللي عدت بها مصر في الفترة الماضية. أقول في النهاية أنها تجربة إيجابية، لكن من الواجب علينا كمصريين أن احنا نحلل هذه الفترة وبالذات الأحداث القادمة في الانتخابات. من سيأتي لحكم مصر أو ليكون رئيس لمصر في الفترة القادمة قد يحدد اتجاه معين أو آخر، ليس فقط لمصر نفسها، للعالم العربي كله، لمنطقة الشرق الأوسط كلها، بل أقول بلا مبالغة للعالم كله. فمصر وما يحدث في مصر إنما هو نبض لما يحدث في العالم كله. حتى وإن كانت مصر لها وضع اقتصادي متواضع بالنسبة لاقتصاديات العالم، وحتى إن كان لها وضع سياسي متواضع بالنسبة لسياسة العالم ككل، وحتى إن كان لمصر قوة عسكرية متواضعة بالنسبة للقوة العسكرية العالمية، إلا أن ما يحدث في مصر بحجمه الصغير
يتفاعل معه العالم كله ويؤثر في العالم كله. لو قامت سلام في مصر تسود المنطقة كلها سلام، وبالتالي هذه المنطقة التي هي دائما مصدر القلائق للعالم كله إن كانت في سلام يسود السلام في الفكر العالمي والاقتصاد العالمي. إن أتى في مصر من يدعو إلى الحرب أصبح العالم كله يقف على أطراف أصابعه انتظارا لما سيحدث في المنطقة كلها. لذلك أهمية هذه الفترة، ولذلك كان غرضنا اليوم أن احنا نركز في الحديث عن أهمية انتخاب الرجل المناسب في هذه الفترة. في البداية اسمحوا لي أن أنا أرحب بضيفنا العزيز وصديقي وشريكي دائما في هذا البرنامج الأستاذ شكري بسطوروس. أهلا بك أستاذ شكري. أهلا بحضرتك وأهلا بكل إخواتنا المشاهدين. في الحقيقة حديثنا اليوم عن أحداث الساعة، لا يمكن أن احنا نعدي على أحداث الساعة ونتطرق للانتخاب بدون أن يلفت نظرنا حدث في الفترة اليومين اللي فاتوا جذب انتباهنا بشدة، خاصة الأقباط الموجودين في مصر والأقباط اللي موجودين في المهجر وفي العالم كله. صدر حكم محكمة في قضية أبو قرقاص. فقبل أن نتطرق إلى الانتخابات دعنا نتحدث عن هذا الحكم، ليس لأنه بعيدا عما يحدث في مصر، إنما هو يمس بالقلب والقالب من سيحكم مصر وما هو الاتجاه الذي تذهب إليه مصر. الحكم صدر ببراءة 8 من المتهمين الذين دينهم الإسلام، حتى لا نقول إنها بهذا التفصيل، والحكم بالسجن المؤبد ل 12 ممن يدينون بالمسيحية. دعنا أقرأ لكم ما جاء هذا الخبر كيف جاء لنا. وقيل الآتي: في صدمة أذهلت الجميع داخل مجمع محاكم بني سويف ومفاجأة غير متوقعة من قبل المحامين والمتابعين لسير قضية أحداث أبو قرقاص الطائفية، قضت محكمة جنايات المنيا المنعقدة اليوم بمجمع محاكم بني سويف برئاسة المستشار عبد الفتاح أحمد محمد الصغير، عضوية المستشارين محمد عبد السميع عبد الوهاب وياسر يوسف، وأمانة سر نبيل دانيال جبرال، بمعاقبة المتهمين الأقباط الاثنى عشر بالسجن المؤبد ومصادرة جميع الأسلحة، وبراءة المتهمين المسلمين في القضية. وعقب صدور الحكم ردد الحاصلون على البراءة الله أكبر، بينما شهدت قاعة المحكمة صراخا وضجيجا من المتهمين الأقباط ورددوا عبارة مظلومين، مؤكدين أن الشرطة هي التي دبرت الأحداث وأنهم ليسوا على علاقة بالحادث، كما سادت حالة من الذهول أسر المتهمين الأقباط. صدمة أذهلت الجميع. تعالوا نشوف أول فيديو بيوري الصورة اللي حصلت في المحكمة بعد النطق بالحكم، ثم نعود ونتحدث عن هذا الأمر. إذا كان هذا الفيديو جاهز من فضلك تقولي. الفيديو رقم 1 تفضل. طبعا اللي احنا شفناه هو رد فعل بعض الأقباط الذين اتهموا. لنبدأ بما حدث في أبو قرقاص. أستاذ شكري، ماذا حدث في البداية في أبو قرقاص وأدى لهذه الأمور؟ هي القضية تعود لشهر إبريل 2011، يعني بعد ثورة 25 يناير بحوالي 3 شهور،
والفترة دي كان معروف انها فترة فيها تسيب امني غير عادي، والبلد مش عارفة تسيطر على حد، والناس برضو مش عارفة تتصرف. من ضمن الناس كل واحد بيعمل اللي يعجبه، فكل واحد عمل مطب قدام بيته عشان العربيات اللي ماشيه بسرعه ما تدوش عيل مش عارف ايه. دي منتشره جدا في القرى في مصر حتى من قبل الثوره، كل واحد يلاقي في عربيات بتعدي بسرعه يعمل المطب. في محامي اسمه علاء رشدي جاء عند بيتهم، ويعني بختصر القصه، وعمل مطب. في ناس قالت 3 مطبات، اوكي عمل 3 مطبات. في عربيه عدت لاحظت العربية شعر المطب عالي قوي، السواق غاز نزل، ايه المطبات دي؟ حصلت خناقة بين سائق العربية او كان توك توك اظن، مش فاكر بالظبط، اعتقد انها عربية. كان عربية. علاء نفسه المحامي كان في القاهرة بيترافع في قضية لأحد المتهمين، هو راجل سياسي معروف، كان عضو في الحزب الوطني، وكان وقتها بيجهز نفسه علشان يترشح على احد قوائم الاحزاب. البعض بيقول ان هو كان حزب المصريين الاحرار علشان ينجح عن دايرة جنوب المنيا في الوقت ده لمجلس الشعب. صحيح انتخابات مجلس الشعب جت متأخرة بعد كده، لكن يعني في ناس بدأت بدري، يعني مثلا واحد زي الأستاذ عمرو موسى بدأ الحملة الانتخابية بتاعته من بعد الثورة على طول. فالبعض بيعتبر ان القضية لها أبعاد سياسية. المهم اللي حصل، الناس خنقت مع بعضيها، بدأ يبقى في اعتداءات على بيوت المسيحيين اللي في المنطقة. في منطقة هناك يعني أبو رقاص نفسها كمدينة، حسب ما أنا فهمت من متابعة الموضوع، في منطقة اسمها أبو رقاص البلد، دي أغلب سكانها مسيحيين. فبدأ يبقى فيه اعتداءات على بيوت المسيحيين وضرب وحرق، ففي البعض دفع عن نفسه طبعا، وخناقة وطبعا أو خناقات. ففي 2، في واحد مات في الحال، أخ مسلم، وبعدين بعدها تقريبا بيوم أو حاجة في أخ تاني برضو نتيجة الإصابة بضرب، كان في ضرب نار وضرب بسلاح أبيض. لكن قامت برضو حملة على كتير من بيوت المسيحيين اللي ما يعرفوش حاجة عن الموضوع. يعني أنا مصدق الأخ اللي بيقول أنا كنت نايم في بيتنا. فقاموا الناس دول، ولما بدأ حرق البيوت والدخول من بيت لبيت، في ناس دفعت عن نفسها، وضعه طبيعي، اللي جاي يحرق بيتي وما فيش بوليس استعين بيه، ما فيش أمن، ما فيش جيران هيدافعوا عني، لأن الدنيا سايبة خالص ما في الوقت ده. فطبعا لو معايا سلاح استعمله، يعني عندي عيال في البيت هيسيبهم يموتوا محروقين، ولا اقول له اتفضل حضرتك احرق بس بالراحه؟ ما لازم هدافع عن نفسي. طب خليني يعني قبل ما نسيب النقطه دي برضه عشان التفاصيل تبقى واضحه للناس، انا في قصه قريتها انه الشخص اللي كان سايق العربيه دي لما اتخانقوا معاه ضربوه برصاص وموتوه، وفي قصه تانية بتقول لا ده هو ابتدى الناس تهجم على البيوت، فواحد مسك السلاح وضرب وموت واحد، وبعدين ضرب كم طلقه في الهواء، وبعدين ضرب طلقه جت في شخص ومات. هل عندنا تفاصيل مؤكده بالظبط اللي حصل؟ لانه يفرق طبعا، لو مثلا الراجل اللي بيتخانق معاه اللي هو وقع في المطب ده ونزل يتخانق معاه وشتمه، او مثلا اتخانقوا وراح يهاجمه وده مسك المسدس وضربه، ربما موضوع الدفاع عن النفس ده ما بيبقاش قوي. لكن لو زي ما حضرتك قلت 20 30 200 300 2000 5000 واحد جايين، وانا متاكد ان دول لو دخلوا بيتي هيموتوني، يبقى انا عندي حق الدفاع عن النفس. فهل عندنا معلومات مؤكده للي حصل ايه؟ الحقيقه الحادثه برضو بقى لها مده، وانا حاولت اذكر نفسي بيها من خلال اللي موجود على النت، بقى قليل دلوقتي من عدم المتابعه. لكن هو مع اللي اتقال وقتها ان في ناس مش شرط يكونوا 5000، لو دخل عليا 10 معاهم اسلحه ومعاهم ازازه مليانه بنزين، ولا ازازتين مليانين بنزين، ومعاهم اللي معاه مسدس واللي معاه سكينه، ما وانا عندي مسدس في البيت، لازم ادافع عن نفسي. لو ما دافعتش عن نفسي ادافع عن عيالي، ادافع عن مراتي. في حاله شعورك ان حياتك مهدده. طبعا القانون بيقول ده. هنا الحادثه بتاعت فلوريدا، انا مش عايز اعمل تشبيهات، الراجل تطوعا منه بيحرس المنطقه، بيحرس الكوميونتي اللي هو موجود فيه، شاف واحد اسود
وهو مش ظابط ولا حاجة، ده هو متطوع انه يدافع عن المنطقة. حابب يوقفه والمنطقة فيها سرقات كتيرة، حابب يوقفه مش عايز يوقف، حابب يوقفه مش عايز يوقف، ضربه بالرصاص ومات. والبوليس قال كان في حالة دفاع عن النفس في فلوريدا من حوالي شهرين، لأنه شك أو شهر. الشخص ده ممكن يضربه حاجة في ايده كده وشك انه هيضربه بالرصاص. وده نفس الشيء مثلا مع البوليس، لو البوليس شاف واحد من فترة برضو، احنا زي ما حضرتك قلت مش يعني مش بنحاول نقارن، لكن في ولد اخذ عربية وجري بيها وقعدوا يطردوه، نزل من العربية وعمل نفسه انه هو بيهددهم بحاجة بايده كده، ضربوا 30 رصاصة وقعوه، واكتشفوا بعد كده انه ما كانش في ايده مسدس. لكن مدام رجل البوليس او اي انسان عادي شعر انه حياته مهددة، يبقى من حقه ان هو يدافع عن نفسه، ده بقى دفاع عن النفس. فلازم يبقى فيه دليل قوي انه فعلا شعور بالتهديد على الحياة وانه حياتي انا مهددة. فعشان كده زي ما حضرتك قلت، لو في 10 ماسكين اسلحة وهاجمين عليا، او في 1000 واحد، حسب ما سمعت انه في الاف من الناس تجمعوا طبعا وجم، فيعني ده يبقى نوع من الدفاع عن النفس. واتحرقت عشرات بيوت المسيحيين وطبعا ما حدش اخد حكم. ايوه، ما دي النقطة بقى اللي انا يعني انا الحقيقة يعني دي كانت محاكمة، فضروري كان في يعني تقديم الأدلة من المحامين ومن الدفاع العام. طبعا المدعي العام هو اللي بيقدم الأدلة. السبب اللي يخلي قضاء مثلا يقتنعوا انه ال 12 واحد دول اشتركوا في هذا العمل اللي أدى لقتل 2، يعني أنا أتمنى أني في يوم من الأيام أشوف محاضر المحاكمة دي. أنا هقول لحضرتك حاجة تخلي الإنسان يتشكك في كل الموضوع. طبعا موضوع زي ده حصل لابد هيبقى فيه مئات الناس شاهدة عليه، مئات على الأقل. الشاهد الأول في القضية اللواء مصطفى زكي أحمد، وكيل عمليات الإدارة العامة للأمن المركزي بالمنيا، واللي قال إن مدير الأمن في المنيا استدعاه لما بعد ساعة من وقوع الأحداث. ده الشاهد الأول في القضية اللي هو أقواله استندت عليها المحكمة وحكمت حكمها. اللي هو مين تاني؟ اللي هو مصطفى زكي أحمد، وكيل عمليات الإدارة العامة للأمن المركزي بالمنيا. اللي عايز أقوله، طب فين الناس اللي كانوا حاضرين الواقعة نفسها؟ ليه الشاهد الأول لواء؟ وده ما يوحيش بأن الموضوع تحول لقضايا مشابهة لقضايا الكشح وقضايا حادثة كنيسة القديسين في إسكندرية وعشرات الحوادث الأخرى. الحقيقة أبو قرقاص معروفة بالحوادث، ما بيمرش سنة بدون حادثة. كان فيه في 2009 حادثة، و2008 حادثة، و2005 حادثة، حادثة كبيرة وناس تموت. ليه بقى؟ لأنه محافظة المنيا اللي أبو قرقاص أحد مراكزها فيها 42% من سكانها مسيحيين، وبالتالي هم كتلة تصويتية كبيرة، وأيضا قوة اقتصادية كبيرة، وقوة عددية كبيرة داخل المحافظة. فالحل إن الناس دي لازم تتكسر، والناس دي ما يطلع لها الصوت. إزاي نقول له شيل مطب وما يجيلوش، وبعدين لما نخانق معاهم ولا نقول حاجة نخانق مع بعض بالسلاح يموتوا منا؟ إذا كان ده الفكر عند الشرطة أو عند مجموعة، عشان ما نعممش، عند مجموعة من القادة في الشرطة أو في الدولة، يبقى اللي بيعمل الانقسام داخل المجتمع السلطات نفسها، واللي بيعمل جروح تستمر العشرات السنين يبقى المسؤولين نفسهم. وبالتالي نحن نحتاج إلى علاج هذا العيب العنصري داخل نفوس هؤلاء الناس. ده الكلام سليم 100%. يعني بس انا عشان اخد الكلام ده من مجرد ان انا بعبر عن تحليلي للاحداث وفي وجهة نظري انه ده، انا عاوز اقول انه قدامي محاكمة كان واقف فيها مدعي عام، وكان فيها محامي للدفاع، وكان فيه شهادة شهود واقوال،
والمحكمة لابد عندما تصدر حكم أن تصدر حيثيات الحكم أو مسببات الحكم. طبعا. فأنا لابد أن أقول أنه لابد أن يكون لنا حق الاطلاع على مسببات الحكم، لأن على ما يبدو أمامنا الآن من كلمة أنه في صدمة أذهلت الجميع، كلمة الجميع دي معناها أذهلت ربما حتى المتهمين المسلمين نفسهم، لأنه ما حدش كان متوقع أن أنت قبض على 20 واحد وفي تهم موجهة ليهم كلهم بدليل أنهم قدموا للمحاكمة. مزبوط. ما هي مش ممكن النيابة العامة تقدم حد المحاكمة إلا إذا شعرت أن عندها أدلة كافية. فما هي اتهامات المسلمين التي رأت المحكمة وهيئة المحكمة أنها ليست كافية لإدانتهم؟ أنا هقول لحضرتك حاجة صغيرة هنا. تفضل. في أثناء المحاكمة نفس في أثناء القضية نفسها والشرطة لسه بتحقق فيها، كتب الكلام ده في الجرائد، وكثف الأمن جهوده وتمكن من القبض على أحمد مصطفى ربيع 27 سنة وطاهر عاطف طاهر، إلى يعني عشان نوفر الوقت مش هنقول السن، وخالد إبراهيم محمد وأحمد بدر أحمد محمد ورضا سيد محمد ورمضان عبد العظيم محمد إبراهيم وإسماعيل ممدوح وإكرامي عبد النبي محمد عبد العزيز، وضبط بحوزتهم 8 سطور وخنجر وماسورة حديد وثلاث قطع حديد وشوم. أي. طيب ما الناس دي شايله سلاح بدون ترخيص. هذه أداة الجريمة. حتى لو ما فيش جريمة، أنا لو شلت مطوة في مصر ممكن أخد فيها حكم. لو شلت مطوة كده في جيبي. في أكتر من كده. أنا عايز أقول لحضرتك حاجة صغيرة كمان، وحضرتك طبعًا أنا متفق مع حضرتك تمامًا في موضوع حيثيات الحكم إن إحنا نقراها. وأنا برضو أفضل إن إحنا نستدعي في حلقات جاية أحد المحامين اللي كانوا داخل القضية سواء للمتهمين المسيحيين أو المسلمين ونسمع رأيهم. لكن اللي عايز أقوله إن الشاهد الأول اللي هو مصطفى اللي اتكلمنا عنه دلوقتي قال إن علاء رشدي المحامي كان في القاهرة وقت وقوع الحادثة وإنه لم يعود إلى أبو قرقاص وتم القبض عليه في القاهرة. طب ده خد مؤبد ليه؟ عشان عمل تات مطبات قدام بيتهم. ما هي دي النقطة اللي احنا لابد، السؤال ده سؤال وجيه لكن انا مش عاوز اناقشه بمجرد انه تبين لنا كده انه ده كلام غير عادل. انا عاوز اقول ان احنا لابد ان نعرف السبب. انت حضرتك كنت بتتكلم على اللي ضبطوا معهم اسلحة. مزبوط. لكن شوف هنا كاتبين هنا كمان اثناء تجمع الاهالي في انتظار وصول المجني عليهم قام بعضهم بإشعال النيران في منازل فانوس رضا إبراهيم جزار وعيد لإبراهيم فانوس وعادل ستاوروس، يعني أسامي كلها مسيحيين، وقاموا بإشعال النار في السيارة رقم كذا للمملوكة لممدوح سيداروس وعدد من العشش الخاصة بالمسيحيين، حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران، وأصيب أحمد رجب كامل ومحمد عبد العزيز جلال بطلق ناري، وقد أقر المصابان بأن من قام بإطلاق النار عليهما هو سعيد وحيد نصيف. يبقى إذن في تحديد لمن أطلق النار، لكن في تحديد أيضا لحرق عشش ولحرق عربيات، وزي ما الأستاذ شكري قال أنه معهم أسلحة. يعني إذن على قدر ما يؤلمني هذا الحكم القاسي على 12، بعضهم زي ما بيقول الاستاذ شكري ما كانش حتى موجود في مصر، وبعضهم بيقول لك انا كنت قاعد في بيتي ونايم، ما كانش موجود في برقاص، انا اسف، والتاني بيقول انا كنت قاعد في بيتي ودخلوا هجموا عليا، وكل ده يحكموا عليهم بهذا الحكم. ومع ذلك حتى التانيين، طب يعني لو كانوا حكموا على التانيين بتهمه احراق عشه او بتهمه اتلاف ممتلكات او اي تهمه كان الامر حتى يعني بان شويه متعادل. لكن ما يبدو لنا الآن إجحاف كامل. على العموم ربما يتفق معانا في هذا الرأي بعض المحللين والمحامين المصريين، لذلك تعالوا مع بعض نتفرج على فيديو نمرة 2 تعليق من المحامي إيهاب رمزي والكاتبة فاطمة نعوت على قضية أبو قرقاص. اللي احنا بنتكلم على أبو قرقاص، أحكام التي صدرت الحكم الصادر. طبعا انا الحكم الصادر ده
مأساة خالص، ده مأساة. الفاينل خالص مش كده؟ لا 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 مش فاينل، لا لسه هذا الحكم. دي أول درجة نعتبر أنه أول درجة. لابد من هناك تظلم جرين في إعداده، أول ما نستلم صورة الحكم هنبتدي إن احنا أعتقد الأحكام وصلت للمؤبد. أحكام 12 مسيحي صدر الحكم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة قبل صحتك، في مقتل، في مقتل اثنين مسلمين واثنين مصابين شوعا في القتل، وباقي الثمانية المسلمين براء. هذا الحكم على غير مين دول مدانين؟ المسلمين أنا في تقديري أنهم مدانين. مدانين بإيه؟ بالحريق والإتلاف ونهب وسرقة المنازل المسيحيين. وعاوز اقول لك انه الشرطه ماسكاهم داخل المنازل وهم بيحرقوا، حاله تلبس، حاله تلبس كامله يعني. لكن واضح انها رساله لكل المسيحيين. واضح انها رساله، واعتقد انها رساله قبل الانتخابات. لحظه لحظه بس، من يومين بس الراجل بتاع صمالوط واخد اعدام. اوكي يعني ليه هنا في محاكم عادله ومحاكم كده؟ يعني انا هقول لك على النقطه. صمالوط ده يعني قصدي، هل انا ما بفهمش في القانون، بس هل تقدر انت تنقل القضيه دي لمحكمه تانية يبقى لها رؤيه مختلفه قانونا؟ يعني انا شايف ان الامر مسيس، وان الامر ليس في احكام القضاء، لان ذات القاضي بيعمل في المنيا وانا بحضر قدامه وباخد منه احكام، ما باخدش احكام دي ابدا. طب اشمعنى يعني صمالوط؟ صمالوط دي دايره ثانيه يعني. انا قصدي كده، يعني قصدك يا دكتور ايهاب ان هذا الحكم مسيس، بمعنى ان بعض الطيارات السياسيه طبعا ضغطت لكي توصل رساله معينه للاخبار. مش لازم يكون طيار سياسي، مش طيار سياسي، لا 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 هي رساله. طب ما تنقل لدايره ثانيه يعني، مش من حقك؟ لا، لانه احنا الاختصاص عندنا توزيع اقليمي يعني. يعني ابو قاص دايرتها كذا، الصمالوط دايرتها كذا، ده حسب التوزيع الاقليمي. مش دي نقطة. النقطة الثانية اللي أنا عايز أقوله لك إنه يعني ما شفتش في تاريخ القضاء المصري 12 واحد مسيحي مؤبد بتهمة إيه؟ بتهمة الإرهاب. المشكلة في الموضوع زي ده إيه؟ إنه هو أنزل العقاب على الاتهام الموجه ليهم إن هم شكلوا جماعة خلية إرهابية بهدف إخلال السلم والأمن الداخلي بمصر. موضوع بعيد خالص، قلب نظام الحكم بعيد، ده بعيد تماما. ده زي القضيه اللي هي كانت بتاعت يعني اغتيال السادات، يعني بالظبط. يعني ده قضيه اغتيال السادات. يعني احنا اللي المسيحيين دلوقتي بقوا ارهابيين، واللي المسيحيين دلوقتي شكلوا تشكيل مجموعه ارهابيه للفتك بالشعب المسلم بمصر. هو ده كده، ده الوصف، ده الوصف، واخد بال ساعتك. وبعدين اللي هذا العمل الارهابي ترتب عليه قتل واصابه، فيرفع العقوبه. يرفع العقوبه الى اعدام، يعني يخلي العقوبه مرتين. يعني المساله مش مساله عاديه، رغم ان التحقيقات بتقول ايه. يعني التحقيقات نفسه، التحقيقات الضباط والشهود كل ده بيقول ايه؟ بيقول ان الناس وهي خارجه من الجمعيه الشرعيه، المنازل المسيحيين اللي في مواجهه الجمعيه الشرعيه اعتقدوا خطا، توهموا، قالوا كده توهموا. يعني شوف حضرتك، وليد صدفه، مفيش اعداد، مفيش ما 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 مفيش ترتيب، مفيش تدبير، مفيش بيقول لك اللي احنا ارهاب ومجموعه كونت خليه ارهابيه، مفيش كلام ده. قال لك الناس وهي طالعه اعتقدوا خطا انه الناس اللي هي طالعه دي بهذا الجمع الغفير مع الهتافات لا اله الا الله، الهتافات دي اعتقدوا خطا انهم قادمين عليهم واخد بالك، للفتك بهم. شوف بقى حضرتك، لان في صوابخ كده، يبقى في سوابق كده في وقتها كانت قبليها امبابه، وكان قبليها المقطم، وكان قبليها سوق. هو بعد ثوره 25 يناير والاحداث تتوالى. لا يعني انا بس بفهم حضرتك في ايه؟ ان ظروف الدعوه ما تمشيش على الوصف الارهابي. اعتقد خطا غير التنظيم. وبعد كده نتفاجئ ان المحكمه بتعسفها ان هي تقول لك ده ارهاب. يعني شوف بقى حضرتك المنطق اللي مشيت بيه المحكمه، ده ارهاب. ده انا قعدت اترافع على ان دي مش ارهاب، ودي وليدة لحظة. يعني اسمح لي يا دكتور، يعني انت في حالة زي دي بيبقى حاجة اسمها دراسة مجتمع، يعني في رصد للخلايا الارهابية. يعني انا اقصد مش بس كده، انا اقصد ما بتقدرش. ايه ده حقيقة وليدة لحظة؟ انا بقول لحضرتك في رصد للخلايا الارهابية. في حاجة تانية كمان، يعني فكرة ان انت ما تقدرش تعمل ابستراكت او تاخد اي قضية تجردها من مجتمعها.
لازم تدرس حاجه اسمها سوشيال مثلا ستادي، ان انت بتشوف الدراسه المجتمعيه. فالمجتمع ده بيقول ايه؟ المجتمع التاريخ مثلا 30 40 سنه اللي فاتت، ان المسيحيين يتعرضون لاضطهادات معينه، اضطهادات في خلايا كانت في التسعينات تدخل محلات الذهب وتعملها، تدخل بيوت مش عارفه ايه وتعملها وكذا، واوامر عندهم ان ابتداء من منتصف السبعينات عندما كون شخص الجماعه الاسلاميه. هذه الباك جراوند اظن انا لو قاضي، انا طبعا ما بفهمش في القانون، انا بتكلم لوجيكالي، بتكلم بالمنطق، انا لو قاضي فبيبقى عندي هذه الدراسه الاستادي السوشيال ستادي دي، ان انا ادرس السوسايتي ستادي ده المجتمع ده عامل ازاي. فيبقى اذا الناس دي وارد جدا انهم فعلا يلاقوا الناس خارج عليهم. اعتدنا مثلا بعد ان يوم الجمعه كل فعل رد فعل شحن بعض الحاجات. الكلام ده وبالوصف ده بالتحقيقات دي تؤدي الى البراءه، قولي ليه؟ اتفضل. لانه هناك حاله من حالات الدفاع الشرعي، يعني الدفاع الشرعي مش لازم ان هو يقتني، يكفي التخوف او التوهم. يعني خاصه لما يكون عنده خلفيه، مش خلفيه قصدي، حضرتك حليتها في الاول قلت ان هو ده قرار مسيس او حكم مسيس. ده يعني بقول لحضرتك اذا كنا يعني ما يكون في محامي شاطر بيترافع او اي حاجه، الحكم يعني متاخد. تراكم الخبرات، ان انا لما اجي اما تيجي تضربني انت النهارده يوم، فلما اشوفك مره ثانيه تلقائيا هعمل كده، خدت بالك؟ لكن لو احنا ما في بينا عادي ود وكده لا يمكن هشوفك اكيد. فهمت قصدي؟ فالتراكم ده بيعمل. لا خلي حضرتك كمان احنا بنطبق القانون، امين؟ خلاص القانون بيقول لك ايه؟ ان هناك اباحه القتل في احوال الدفاع الشرعي، في حاله الدفاع عن النفس. ده بسبب من اسباب الاباحه، ان انا لما يجي يدخل عليا ومعتقد انك انت هتموت حتى يعني. وبعد كده القانون سوى بين ايه؟ سوى بين التخوف والفعل نفسه. يعني سواء انت ضربت عليا نار فانا ضربت عليك نار قبل ساعتك متخوف، او سواء انا توهمت انك انت هتضرب عليا نار، سواء انا توهمت. اذا الاثنين متساويين في الاثر القانوني. اذا مفيش قضيه، يعني حضرتك كده بتقول ان مفيش قضيه اصلا، يعني القضيه منقوده. لانه انفولنتري ريفلكس اكشن، يعني انا يعني فعل لا ارادي، لما الاقيك انت جايب فعل لا ارادي غير متوقع. القانون مستقر عليه، ولا هو حاله الدفاع الشرعي ده انت الصريخ ده بتموتني، بعد ما تموتني انا دافع عن نفسي. استمعنا إلى هذا التحليل الرائع من المحامي إيهاب رمزي عن تحليله للأمور اللي احنا كنا لسه بنتكلم فيها. وصل هو وقال لنا حقيقة أنه الاتهام اللي وجه واللي على أساسه أعطيت الحكم بتاع المؤبد هي أنهم كونوا خلية إرهابية، يعني مش بس القتل، لا دول كونوا خلية إرهابية مع بعض، اتجمعوا كمجموعة الـ 12 دول وعملوا خلية إرهابية، ولذلك أعطي إليه أقصى حكم ممكن يعطيه القانون لعقابة الإرهاب. يعني الأمر ده صعب على أي إنسان عاقل أنه يقبله، خاصة لما نشوف ايه اللي بيحصل في مصر عموما في قضايا مماثله. موافقين يا استاذ شكري انه لو قارنا الاثنين بين ما يحدث اذا كان المتهم مسيحي او اذا كان المتهم غير مسيحي تصبح المعايير والمقاييس مختلفه. مظبوط كلام حضرتك، انا بس عايز اخد جزء من كلام الاستاذ ايهاب اللي سمعناه دلوقتي في ملابسات القضيه. يعني أنا عجبني كلامه وتحليله، طبعا هو راجل محامي كبير، إن ملابسات القضية لا تدل على إن هناك تخطيط لتكوين خلية من أصله، لكن الأمر جاء بعفوية مطلقة. الناس توقعوا إن الناس هتهجم عليهم، وفعلا في ناس هجمت، لأن في بيوت اتحرقت وهو كان لسه بيقول الكلام ده، وفي ناس اتمسكوا متلبسين وما بيحرقوا البيوت. فكان في ناس كتيره في حاله، من كل المتهمين دول في حاله دفاع شرعي عن النفس، وفي الحاله دي الحكم بياخد براءه في جميع محاكم العالم. علشان كده لابد ان احنا، انا هاخد الكلمه اللي هو قال ده حكم تعسفي وايضا قاضي متعسف، دي من عندي. قاضي متعسف لأسباب سياسية زي ما كنا بنقول من شوية، الحكم صادر يوم 21 مايو، الانتخابات 23 مايو، فيبقى أحد الكتل الكبيرة زي الناس بتاعت المنيا يجي لهم صدمة. انت حضرتك كنت بتقول للناس اللي في القاعة صدموا،
أنا شخصيا لما سمعت الحكم صدمت، لأن في حالة مماثلة الحقيقة أقوى بقى بكتير. في مبابة الأحداث اللي حصلت في مبابة وحرق الكنيسة والناس اللي راحت والسلفيين والناس اللي وفي ناس ماتت والناس تقبض عليهم، الحقيقة القاضي رغم أنها محكمة أمن دولة وعادة بتبقى مسيسة، لكن الحقيقة أنا بقدم لي كل الاحترام والشكر لأنه أفرج عن الجميع. هو عارف إيه اللي حصل بالضبط ولا الكلام جاي منين ولا أوله فين ولا آخره فين. في حالة التجمر والأعداد الكبيرة بيبقى فيه شيوع للتهمة، حتى لو قلت فلان هو اللي بدأ بيضرب نار، طيب هو اللي موت فلان، ما أنا مش ما شفتش ما عرفش. في حالة خمسة ستة بيضربوا نار ومن جميع الأطراف وناس مات من هنا وناس مات من هنا، أنت حضرتك بتقول أحداث مماثلة، فأحداث مماثلة عندنا هذه لحضرتك كم مثال بسرعة. المثال الأول في مارس اللي فات، مارس 2012، كان في قضية الأستاذ مكارم دياب في أبانوب اللي هو اتكلم مع مدرس أو مدرس سلفي اتنقل المدرسة حديثا، دخل معاه في حديث وخدوا ودوا من بعض، اتكلموا في الدين ومش عارف ايه، الاتنين غلطوا. هو الحقيقة سأله سؤال عبارة عن كلمتين أو ثلاثة، مش عايزين نعيد، خد ست سنين. خد ست سنين رغم إن المحكمة نفسها تقول إن الحكم اللي أقصد المادة 128 من قانون العقوبات بتخلي عقوبة إزدراء الأديان ثلاث سنين، لكن القاضي اداله ست سنين وعاقبه بعقوبة تانية ما هيش موجودة أصلا لأنه ما حاجاش حصلت، تهمة تانية مش موجودة أصلا اللي هو إثارة الفتنة، مع أن أصلا هو اتقبض عليه وما عاد ما حتى الناس ما عرفتش ولا حتى أهله عرفوا، وخد ست سنين. والسلفيين حصروا المحكمة في الدرجة الأولى وحصروها في جلسة الاستئناف أول مرة. القاضي الحقيقة كان راجل يعني محترم جدا، مرضيش يصدر حكم، اعتادوا عليه، وبعدها ب15 يوم أخد حكم وتأيد الحكم بست سنين. يقعد بقى سنتين ثلاثة لما القضية تبقى تتنظر، يجي دورها وتتنظر نقض. يبقى احنا يعني ده مثال بيوري شيء مشابه في إثباتات ودلائل وشوف الفارق في الحكم. طيب ادينا مثال تاني. أنا بيخطر في ذهني في أسوان لما كان في محرض شيخ الجامع في المريناب، حضرتك تقصد في المريناب، أيوة، وفي تجميع أسوان للناس، يعني اللي هو بيتكلم على تكوين خلية بتحريض، خلية إرهابية بتحريض، ما فيش مثال أكتر من هذا. صح، وكانت النتيجة يا أستاذ شكري في المريناب الأسيس خد ست شهور، حكم عليه بست شهور سجن لأنه على المبنى شوية، لكن الناس اللي هدت وحرقت وحرضت وجمعت الناس واشرفت على الحرق، ما عادي، ما بيحرقوا كنيسة. طيب يعني هل احنا مطلوب مننا ان نقبل انه ده عادي؟ كلمة ده عادي، هل مطلوب مننا النهاردة في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه على دولة مدنية يعلو فيها القانون فوق الجميع، مطلوب مننا النهاردة اننا نقبل هذا الامر؟ إذا كنا هنتكلم على دولة مدنية بالمفاهيم العالمية، دولة حريات، دولة حقوق متساوية، دولة مواطنة، طبعا هذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلة، وده اللي خلانا النهاردة احنا قاعدين هنا وبندين هذا الحكم، وبنقول هذا الحكم ينطوي على كثير من العوار والمفروض يبقى فيه تظلم منه وما يستناش للنقض، لأن النقض في مصر ممكن عشان محكمة الجنايات ما فيهاش استئناف، محكمة الجنايات فيها نقض على طول. النقض بيستنى بالسنتين والثلاثة لغاية ما يجي دوره. فمعنى كده، وبعدين محكمة النقض ممكن تحكم بأحالتها لدايرة تانية، فيفضل الناس مسجونين لغاية ما النقض يجي، ويا الامن يستشعر ان ممكن الناس دي تطلع ويبقى يتقبض عليها بعدين، يا اما يقول لا دول لو طلعوا هيهربوا، فيفضلوا محجوزين لما الحكم بتاع المحكمه الجنايات الجديده تحكم.
طب ولما واحد ياخد براءة بعد 3-4 يعني أنا مش عايز أسمي شخصية بالتحديد يعني أنا كلهم عندي واحد، إن ما واحد زي علاء رشدي كان في القاهرة ما شاركش، آه هو يمكن عارف إنه عمل قدام بيته مطبات، آه هو اللي عملها هو اللي أشرف عليها، بس راجل بي 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 راح قضية في مصر رجع ما رجعش حتى، سمع إن ده اللي حصل برضيش يرجع عشان ما يطلوش أي اتهام، خد مؤبد برضه لأنه اشترك في تكوين الخلية الإرهابية. ما شوف شوف الكلام المتعسف. أيوه. شوف الفهم عشان يجدوا امبريلا يقدروا يدخلوا تحتها كل الناس، يجدوا مظلة يقدروا يدخلوا بيها اي انسان عاوزين يدخلوه. فالراجل اللي بيقولك انا قاعد في بيتي حرام عليكم، لا احنا اوريدي لقينا حاجه نقدر ندخلك تحتها. يعني ما يبدو لينا الان، وعشان كده برضه ارجع اقول للعداله ان احنا لابد ان احنا نطلع ايه الشكل. يعني اذا كان الكلام ده كله قدم الاستاذ ايهاب، دكتور ايهاب بيقول انا ترافعت بعدم امكانيه تكوين خليه، وان ده كان رد فعل عشوائي من الناس لما شايفين ناس جايين عليهم ويقولوا الله اكبر الله اكبر، وزي ما اضافت الدكتوره فاطمه نعوت، ما اصل هم في خلفيتهم وفي ذهنهم اللي حصل قبل كده في اطفيح واللي حصل في المرناب واللي حصل في البلاد دي كلها، كان وعشرات الحوادث في نفس ابو قرقاص على مدى السنين اللي قبل كده. فاذا طبيعي ان هو يخاف على نفسه. والدكتور ايهاب يعني اللي عجبني فيه انه ذكر بعض بنود القانون اللي بتؤيد هذا، وده كلام احنا نعرفه هنا من امريكا. مش انت لو انا حسيت ان انت ممكن تمسك مسدس وتضربني وانا رد فعلي ان انا ضربتك، ده قانون يحميني. إذا زي كان القصة عندي اللي قلناها بتاع فلوريدا، انا للاسف مش فاكر اسم اللي هو بتاع الكوميونتي بالظبط، انه الشاب كان في الحراسه اللي بتحرس المنطقه وشك انه ممكن الولد يضربه، فاذا من حقه الدفاع عن النفس. فيعني انا الحقيقه عاوزين ننتقل لنقطه مهمه الانتخابات، بس اقول يعني بمنتهى القوه الامر لا يبدو نزيها باي حال من الاحوال، ولا يجب أن يمر بهذا الأمر. أنا عارف أنه في هيتقدم طعون في هذا الأمر، وأن الأمر يجوز ياخد وقت ويجوز يمشي في أي طريقة أو آخر، لكن لا يليق في دولة القانون أن يفضل لسه هذه الروح اللي مخلية المسيحيين عموما في هذا الوقت مرعوبين في كافة حياتهم. إذا كان القانون لا ينصفهم، إذا كان القانون مسيس زي ما حضرتك قلت، يبقى الشعب المسيحي يعيش ازاي في هذا الرعب في بلده؟ كيف ياخذ حقه؟ وده اللي هينقلنا بعد كده للانتخابات. انا عارف انه في معانا مكالمه، حد منتظرنا على التليفون مش كده؟ يقول لي المخرج اذا كان معانا على التليفون. طيب معانا جورج على التليفون، اتفضل يا جورج. اهلا بيك. الو مساء الخير، متشكر لسماعتي بالدخول، وحقيقي تحليل رائع من الضيوف الاستاذ شكري، ومن الجزء اللي شفناه على التيب من الاستاذ ايهاب رمزي والاستاذ فاطمه نعود. بس اسمح لي اضيف بعض النقط الصغيره بسرعه قبل ما اخد وقتكم الكبير. القضيه دي مشت على ثلاث مراحل، مرحله قبض على متهمين، وبعدين عمل محاضر تحقيق شرطه واحاله للمحكمه. المحكمه عملت جلسه او جلستين استماع، وبعد كده هو صدر الحكم. أسباب الإحالة كانت كالآتي: تم إحالتهم للمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ، محكمة أمن الدولة ما هيش محكمة جنح ولا جنايات. والإحالة تمت عليهم بناء على السبب دوت شغب وتجمهر وإرهاب وإتلاف ممتلكات خاصة وعامة وإثارة فتنة. دي أسباب الإحالة، وده اللي اتنظر فيها أثناء القضية. تم الحكم عليهم، الحكم اللي تم النهاردة على المجموعة كلها، زي ما سمعنا امبارح كان الحكم على المجموعة كلها باستبعاد الأخوة المسلمين والحكم ببراءتهم وعمل مؤبد للمجموعة دي. الحكم دوت بيصدر حيثيات بتاعته بعد 30 يوم من صدور الحكم، امبارح كمان 30 يوم تيجي الحيثيات. بعد ما تيجي الحيثيات بتعمل عليها حاجة اسمها تظلم، ما هيش محكمة نقض ولا حاجة من ديت. أستاذ جورج، أنا الورق اللي قدامي بيقول إن هي محكمة جنايات جنوب المنيا. محكمة أمن دولة. المحامي امبارح بتاعهم
كان موجود حضرتك على احد القنوات التلفزيونيه مفيش داعي لذكر اسمها، وقال ده حكم من محكمه امن دوله. طيب ده كده يبقى مفيش نقد المحامي، ما فيش نقد، عشان كده انا مش عايز اعقب على حضرتك طبعا قلته في الاول. لا لا انا اصلي انا بتكلم على اللي انا قريته. اوكي لا لا حضرتك استاذ شكري يبقى ما دام كده اهوت يبقى اسمح لي ان انا اكلمك شخصيا. اتفضل. الحكم ده انا كنت محرج اقول الكلام دوت طبعا. لا لا انا عشان قريتها محكمه جنايات فقلت يبقى ليها نقد. محامي المتهمين هو قال الكلام دوت شخصيا، يعني انا بضيف عليه بعض الحاجات من عندي نتيجه دراسه قانونيه، لكن هو قال الكلام ده شخصيا. احنا كنا في محكمه جنايات اللي كانت موجوده، محكمه اسف محكمه امن دوله، واحنا ما عندناش النقد. وطبعا امن الدوله طبعا ما لهاش نقد، هي درجه واحده بس فيها تظلم والتماس، يعني تظلم من درجه اولى من قياده الدوله او من الرئاسه، وبعدين التماس في المرحله الثانيه. اذا الحكم بتاع ضد التظلم بيكون ايه؟ يا تأييد الحكم يا الغاء الحكم، لكن مفيش تخفيف احكام، وما ينفعش يعيدهم لمحكمه اعاده اول درجه ثاني، لان دي مش درجات زي ما الاستاذ ايهاب كان قال في دي اول درجه من درجات التقاضي، دي مش درجات تقاضي، مفيش درجات تقاضي في القضيه ديت بالذات. وكان هنا السؤال ليه القضيه ديت صدرت امن دوله وما تحولتش لجنايات وريفر المنطقه، وده اللي كان ناس كتير سالت عليها ليه صدرت محكمه امن دوله. طيب ايه تعليقك على النقطه دي يا جورج، او يعني ادينا النقطه اللي حضرتك عاوز توصل لها. اوكي في النقطه دي سريعه جدا، هي محكمه امن دوله لان كان لازم تنتهي بهذا الشكل، والشكل دوت نخش في الشق الثاني اللي هو مسيس، لان احتمال كبير جدا مستنيين التصديق هيتم من مين وعلشان ايه، هل هيتم من رئيس الجمهوريه الحالي ولا من القادم، المجلس العسكري بتاع دلوقتي ولا اللي جاي. طبعا هيكون من القادم التصديق على الحكم، لان هيجي بعد فتره التظلم بعد الحيثيات، فاحتمال تيجي مع الرئيس الجديد يا يديهم براءه بيديها هديه للمسيحيين، يا ما بيديهمش براءه خالص. لو احنا بنبص على القضيه كقضيه سياسيه، انا هدخل حضرتك لنقطه ثانيه سريعه جدا وهتاخد ثواني مني، هقرا لك حاجه صغيره هي بترد على الحكم دوت واحكام كتير ما طلعتش لصالح الاهباط، وهنقولها ليه. هقراها لك بالنص. دستور مصر سنه 1954 الباب الثامن المحكمه العليا الدستوريه، هتقول لي ايه العلاقه؟ حضرتك هتستنتج العلاقه بسرعه. ماده 187 تؤلف المحكمه العليا الدستوريه من 9 قضاة يختارون المستشارين ومن اساتذه القانون ورجال الفقه الاسلامي الجامعيين ومن المحامين لدى محكمه النقد المتخرجين من 20 عاما، هؤلاء جميعا الحاليون منهم السابقون ويعان رئيس المحكمه 3 منهم و3 انتخبوا من البرلمان مجتمعين بهيئه مؤتمر و3 انتخبوا من القضاء العالي العادي والاداري والشرعي. يبقى اذا انا برجع للدستور مره ثانيه بتاع سنه 54 اللي بيحدد المحكمه الدستوريه العليا اللي بيكون فيها رجال الفقه الاسلامي، فاذا احنا احكامنا كلها بتتم على المسيحيين، واسمح لي اقول النقطه دي بقوه، بتتم على المسيحيين بناء على الفقه الاسلامي، بناء على الماده التاليه في الدستور اللي بتحدد هويه الدوله. يعني اذا كل المسيحيين، ولازم نقول الكلام ده كله بصراحه، واللي عادي ناقدني فيه ناقدني فيه، احنا كمسيحيين للاسف ما فيش حاجه اسمها حقوق لينا بناخدها من القضاء، لان احنا ما لناش حقوق من الاصل كمسيحيين في مصر، لا تنفذ علينا اي احكام لصالحنا. علشان كده بص لكل الاحكام اللي فاتت، مفيش ولا حكم بيجي ينصف واحد مسيحي، وللاسف لو هو في قضيه بالمصادفه بيتم عليه باقصى عقوبه، لان مش المفروض ان هو يطالب بالدفاع عنه، مش المفروض يروح مزبيره ويطالب بحقه، الجيش بيدهسه. طيب مش من جورج انا وصلت النقطه طبعا اللي حضرتك قلتها، واللي ربما في ذهن كثيرين من المسيحيين انه التفسير الوحيد للاحكام دي انه وراها فقه اسلامي بيدعو لانه المسيحي ليس له نفس الحقوق، وعقلية متعصبة وربما بتنعكس على واحد زي القاضي ده اللي اصدر هذا القضاء واخراج من الشرطة بطريقة أيضا متعصبة. أوكي. يعني لماذا يكون الشاهد الأول في القضية رجل شرطة؟ أين الشهود الحقيقيين اللي حصلوا حضروا الأحداث؟ هو نفسه بيقول أنا تم استدعائي بعد ساعة من الأحداث. طب والناس اللي حصلوا اللي كانوا حاضرين الواقعة نفسها فين؟ أيوة. ما فيش حد فيهم قدر يعين او يقول انه شاف الطلقات جايه منين. هم شافوا طلقات جايه من حته معينه، لكن ما حدش شاف واحد معين بيضرب الرصاص. ودي كانت من الحاجات اللي قالها
الأستاذ إيهاب. أنا مش معنى كده أني بشكك في رجال الشرطة، لكن أنا عايز أقول عشان تبقى القضية دي قضية مقبولة وفيها عدالة، لابد أن ماشي ناخد برضو رأي ضابط الشرطة كشاهد، لأنه لما جه مع أمن الدولة شاف والأمن المركزي شاف بعض الأحداث، لكن الأحداث الأساسية هو ما شافهاش. فهو بيبدي ربما رأي أو بيردد ما سمعه، لكن مش شاهد عيان زي ما بيقول. طب احنا معنا مكالمة للأستاذ نبيل، أهلا بيك. ألو، مساء الخير. مساء الخير. أنا كنت عايز أقول حاجة، كم حاجة مهمة. الأخ جورج سبقني في حاجات كتير كانت كنت هقولها، إنما أنا موافق على كل كلمة هو قالها، وعايز أقول فوق كلام اللي هو قاله إنه الظلم ظلم ظلم. ومن إمتى المسيحيين ما بيظلموش في مصر؟ بقالهم 60 سنة المسيحيين بيتظلموا في مصر، مش من هيئة القضاء بس، وإنما من كل الدولة بكل الجماعات اللي فيها، من أي اتجاه تلاقي المسيحيين مظلومين في مصر ومش أخدين حقوقهم. ديت قاعدة أنا حافظها، أنتوا حافظينها، وكل الشعب المسلم في مصر عارفينها، وكل الشعب الإسلامي في مصر عارفينها. المسيحيين مش أخدين حقوقهم في مصر. هذه القضية قضية ظلم، وأنا عايز أقول إن القضاء هيئة القضاء كلها في مصر، مش عايز أوجه يعني الأصبع الاتهام لحد معين، ما فيهاش شفافية تامة. وفي القضية ديت كان قضاء متعسف، وكان قاضي متعسف جدا، وعايز أقول إنه لا زالت ما لغاية اللحظة دي ليست هناك عدالة في مصر، والديمقراطية لم تولد بعد في مصر. شوف عمر مصر كان 1000 سنة دلوقتي، والديمقراطية لم تولد فيها بعد. وأنا آخر حاجة نفسي أقولها، إن أنا بأناشد بمنتهى الجدية وبمنتهى القوة، بأناشد الرئيس الجديد بمجرد استلامه الحكم أن يفتح هذا الملف فورا، ويفوج عن الجماعة اللي اتقبض عليهم ظلم وتهم واتهامات مرفقة وكانت كلها ظلم، وانه يدعو الى شفافية القضاء في مصر، القضاء بأجمعه، ويحاكم المسيحي مثل المسلم. مظبوط. احنا يعني ما يبقاش في شك ابدا. أيوة. انه يبقى في عدالة ويبقى في مساواة. yeah. ويحاكم المسيحي بالضبط مثل المسلم، يعامل نفس المعاملة على كافة المستويات، إضافة منها القضاء. وأنا أشكرك باشمهندس نبيل، أنك أنت بتعبر عما يشعر به ربما كل المسيحيين الآن في مصر. الغريب أنه هذا الأمر يأتي في هذا الوقت، شيء عجيب. على العموم هو ده اللي دفع كثير من المسيحيين للتظاهر أمام دار القضاء للتعبير عن الفراستريشن بتاعتهم من هذا الحكم. تعال نشوف الفيديو نمرة 3، وقفة أمام دار القضاء العالي. شعب واحد.
اللي بيرددها هؤلاء هي تعبير عن النتيجة الطبيعية اللي بيوصل لها كل مسيحي. هل لك تعليق استاذ شكري نهائي قبل ما ننقل بقى لموضوع الانتخابات بالنسبه للقضيه دي؟ انا باكد ان الاحكام اللي صدرت فعلا هي احكام على الهويه زي ما اتقال، ولو كان حكم عادل كان تفاوتت الاحكام من واحد للتاني، وكان لابد ان بعض ايضا المسلمين اخذوا بعض الاحكام، لكن هو حكم مسيس بالدرجه الاولى، ونحن نرفض هذا الحكم، ونرجو من سيادة المشير أن يأمر بالإفراج عن الناس دي ويبطل هذا الحكم، وهو من صلاحياته إبطال هذا الحكم. النقطة الأخيرة اللي أود أن أنا أتكلم أيضا فيها، أن القضاء المصري هو آخر هذه الأمور المسيحيين